هاد اليومين وهاد الجو عندنا الثلج زوينه زوينه، مي بون حتى البرد ما زوينش. اهلا، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الوغ اليوم حنايا نهار اثنين، صبح عليكم بهاد الوجهه من فوق، ولكن يلاه فقت تسعود اونس هادي فقت من الصباح، مشيت ديت ولدي للمدرسه وجيت ورجعت ضربت بواحد النعسه خفيفه. اليوم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان غادي يكون ان بيتي فلوغ اللي ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون مفيد لبعض منكم، حيت في هذا الفلوغ هذا غادي نجاوب على بعض الاسئله اللي كانوا طرحوا عليا في واحد الفلوغ واحد اخر اللي كان الوالد جا عندي من المغرب، وكان بزاف ديال البنات كيطلبوا مني كيفاش كديري باش تصيفطي لوالديك لي بيرجومون، يعني الورقات اللي خاصهم تجمعيهم في الملف ديالك، لي كونديسيون اللي خاصهم يكونوا فيك اولا في الزوج ديالك الا كان هو اللي غادي يدير لي بيرجومون. فان شاء الله في هذا الفلوغ هذا انا غادي نوجد الدوسي باش ندير ايبرجمون جديد الوالد ديالي، انا الفيزا ديالو سالات بطبيعه الحال، ملي كتسالي الفيزا كتخصك تعاوتاني تعاودي ان اوتر ايبرجمون باش يدفع الفيزا وحده اخرى. دونك اليوم ان شاء الله في هذا الفلوغ هذا غادي نوريكم الوريقات اللي خاصكم تجمعوا، لي كونديسيون اللي خاصهم يكونوا فيكم، و فوالا صبح عليكم بجي من فوق. فغادي نديرو شويه ديال الاصلاحات بطبيعه الحال، ومن بعد ندوز معكم لهاد هذا الموضوع هذا ولا هاد الوريقات هادو اللي خاصكم تجمعوا. نتمنى ان انني نجاوب على الاسئله ديال البنات اللي كانوا طرحوهم عليا يعني في هاد الوريقات هادو، واللي كانت عندها شي وحده شي سؤال اخر متعلق بالفيزا ومتعلق بالبيرجمون ديال الوالدين فطرحهم عليا ايضا في لي كومونتير، وان شاء الله في فلوغ واحد اخر غادي نحاول انني نجاوب عليها. ودابا غادي ندوز لشويه الاشغال، يعني نجمع بعد الدار، الغدا ديالي ديجا موجود يعني بقى لي غير جمع ديال الدار، غادي نجمع شويه الدار ومن بعد غادي ندوز معكم لهاد الوريقات هادو. الو غادي نديرو شويه الاصلاحات، ضروري من الاصلاحات في الصباح. غادي ندير هاد لابيبي كريم هادي اللي كنت وريتكم المره اللي فاتت. الو زومي اب فوالا ميشا هادي، وعلاش كندير لابيبي كريم؟ حيت كيجمعوا شويه ديال لا كوفرونس شويه كيعطيوك واحد ليفي بون مين مع البروتيكسيون سولير، يعني هادي فيها اس بي اف 42 وفي نفس الوقت كتعطيك واحد لي في بون مي. ولكن صراحه ما كنتبش عليكم، هذه المره الاولى اللي جربتها من بعد لا فيديو ديال نهار الجمعه اللي فاتت، جربتها وما عجبتنيش. ها نتوما كما كتشوفوا ما غاديش يبان لكم بزاف الكاميرا، ولكن راها كتبان بحال غريز، ما عندهاش واحد اللون صفار ولا واحد اللون اللي يعطيك اي في بون مي، كتبان لي انا بحال غريز. غادي نديرها غير بيديا
ان فات هذاك لي في اللي ما كتبغيوش في في ليكرون سولير داك البيوضيه وكيبدا يضرب على الزرقيه كاين في هاد لا بيبي كريم هادي. دونك غادي نجربها اليوم عاوتاني، هذه المره الثانيه اللي غنجربها. ولكن في المره الاولى فاش كنت جربتها كانت بانت ليا زعما او فيغ اي ميزور ديال لا جورني بدات كتدخل مع البشره وكتعطي في الاخر لون زوين، ولكن في الاول بحال هكا ما عجبنيش ان توكا انا الليفي ديالها على البشره. لا كريم هيدراتوت انا كنديرها الصباح ان شاء الله كنفيق كنغسل وجهي وكندير لا كريم هيدراتوت، داكشي علاش ما درتهاش دابا. وصافي دابا غادي ندير شويه د الماسكارا. شتوها انتما ها الليفي ديالها، ما عرفتش واش كيبان في الكاميرا مزيان ولا لا، كيبان لي في الكاميرا بحال نسيت عيديا. عرفتو مع هاد البرد اللي كاين هني في كل مقشرة، هاد البلاصة كلها مقشرة، وهاد الكاميرا غادي تحمق لي هاد النهار، مبغاتش تزومي. دونك فوالا البنات، هكا كندير الصباح، يعني كندير بيبي كريم ماسكارا فاراجو اللي وريتكم. منعرفش وريتكم لا ريفيرونس ديال فاراجو ولا لا. كندير هاد الفاراجو كندير هاد الفاراجو من عند لا مارك اللي سميتها غوش ميزو بوان سيتوبلي. فوالا اللون ديالو هكا داير، سي ان بواد غوز ولكن تري تري كلير و ماشي بيغمونتي بزاف. المهم ها هو ليفي اللي كيعطي في الوجه، كيعطي واحد ليفي ناتشورال. وبالنسبه لفمي ما كنديرش كاع روج على ليفغ الصباح، كندير غير هذا البوم على ليفغ هذا من عند لابيلو. فوالا هذا ديال الباستيك، فيه واحد شويه ديال لا كولور غوز، ها هي كما كتبان لكم. وصافي وهاد الكاميرا ما بغاتش دير ميزو بوين. دابا غادي نمشي نجيب ولدي من المدرسه، شحال الساعه دابا 11 وتولت، باقي شويه الحال ولكن ما يبقاليش الحال باش نوريكم الوراق بالديتاي وداكشي. دونك حتى نرجع ان شاء الله غادي نغديهم ندير لهم لا سيست، ومن بعد غادي نكون مرتاحه انني نوريكم الوريقات اللي خاصينكم باش ديروا لي ليبرجمون للوالدين ديالكم ولا لخوتكم ولا شوفوا نتوما لمن بغيتوا ديروا ليبرجمون. و فوالا انا باقي خاصيني واحد الوريقات، ها هما لو دوسيي نوريه لكم. صراحه ما كاينش بزاف ديال الوراق، وما كاينين الوريقات ما كيمشي بزاف بزاف عاوتاني. و فوالا فوالا، دونك حتى نتلاقاو من بعد. قيت باش نوريكم لا ليست ديال الوريقات اللي خاصكم يكونوا عندكم في هذا الدوسي هذا ديال لا دوموند داتيستاسيون داكوي او لا اون دوموند داتيستاسيون ديفيرجمون. ديجا هاد الورقه شنو هي؟ هاد الورقه هادي كتصايب بعدا او نيفو د لا بوليس، يعني عند البوليس، مابقاتش عند لا ميري. في الاول كنا كنصايبوها عند لا ميري، دابا ولينا كنصايبوها عند البوليس. وابخي كل ديبارتمون كيولي لوا ديالو، يعني هنايا في فرنسا كل ديبارتمون كيدير واحد لي لوا خاصين به. دونك كما قلت لكم او نيفو د لا بوليس، وهما كيعطيوكم نورمالمون اون ليست بحال دابا حنايا هنا في 77 عطينا اون ليست لي الوريقات اللي هما طالبين، يعني كيخصهم كذا وكذا 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 وكذا، خاصك انت يكون عندك ديجا في هذا الدوسي ديال لا دوموند داتيستاسيون باش يقبلوا لك لا دوموند ديالك. اشنو قلت لكم؟ دونك هاد لا داتيستاسيون داكوي تقدروا ديروها للوالدين ديالكم، خوتكم، عمامكم، خوالاتكم، اي واحد عندكم قرابه معاه، صله قرابه. في لو كان اللي ما كتكونش عندك صله قرابه مع الشخص الاخر كتقدري ديري هاد لاتيستاسيون داكوي، ولكن او نيفو د لا فيزا، يعني عند الشخص الاخر كيقدر يكون واحد لو ريسك ان لا فيزا ترفض الا ما كانش الشخص الاخر مامن راسو. يعني كيفاش مامن راسو؟ يعني عنده ان كونط بانكير بيان فورني، عنده شي ملك، عنده شي خدمه، باقي خدام، يعني خاصو يفورني الوريقات ديال الخدمه ديالو. في هاد لو كا هذا يعني الفيزا كيدرسوها اكثر. اما فاش تكون صله قرابه يعني كدوز سهله. بالنسبه لي انا عمرها الصراحه عمرهم ما رفضوا ليهم الفيزا، وكما قلت لكم يعني حتى الطرف الاخر اللي غادي يجي خاصو حتى هو يكون موجد واحد لو دوسي ديالو. هذاك الدوسي ان شاء الله المره الجايه ونقولها لكم. بالنسبه لي اليوم انا موجده لكم لا ليست اللي نتوما خاصكم ديروا باش تاخذوا هاد لاتيستاسيون داكوي ديجا، اللي هي كتكون في الدوسي ديال الفيزا بالنسبه للشخص الاخر.
اول حاجه خاصكم تنبر اللي كيتسمى ان تيمبر فيسكال ديال 30 اورو. 30 اورو بالنسبه لكل واحد غادي تانفيتيه، يعني الا كنتي غادي تانفيتي الاب ديالك والام ديالك عندكم جوج تنابر، يعني 30 اورو لكل واحد فيهم. عندكم اون فوتوكوبي ديال لا بيس ديدونتيتي ديال الشخص اللي داير لي بيرجومون. بحال دابا انا ماشي انا اللي كندير لي بيرجومون حيت ماشي انا اللي خدامه. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هاد لاتيستاسيون هادي كيديرها الشخص اللي خدام، الشخص اللي كيشد ان سالير. الشخص اللي ماشي خدام ما يقدرش يديرها مالوغوزمون. جوستيفيكاتيف دي غوسورس ديال لي 3 ديرني موا، 3 ديال لي بولتان د سالير الاخرين. حنا دابا في شهر 3، يعني خاصني نجيب البوتان سالير ديال شهر 2، ديال شهر 1 وديال شهر 12. وبالنسبه للديبارتمون ديالنا مادام نفس السالير، غادي نقول لكم واحد لا كونديسيون. هاد الديبارتمون هذا 77 دايرين واحد لا كونديسيون، ان لي ريسورس ديال لو فوايي خاصهم يكونوا اكثر من 1500 اورو. يعني خاصك الا بغيتي على كل واحد غادي تانفيتي، انا غادي انفيتي الاب ديالي خاص الزوج ديالي يكون كيتخلص او موا 1500 اورو. الا بغيت انفيتي الاب والام ديالي خاص الزوج ديالي يكون كيتخلص او موا 3000 اورو، يعني ديك 1500 على كل واحد. غتانفيتي جوج ضربي 1500 في جوج، غتانفيتي ثلاثه ضربي 1500 في ثلاثه. وكل ديبارتمون وعندو واحد لا سوم محدده. حنا هنا 1500 تلقاو في ديبارتمون واحد اخر 1200، تقدروا تلقاو عاوتاني في واحد اخر 1100 وهي غاده بحال هكا. دونك هاد المعلومه هادي خاصكم تمشيو او نيفو د لا بوليس اللي في ديبارتمون ديالكم وتسولوا عليها، باش ما تجيش حتى تدفعي الدوسي ديالك وفي الاخر يرفضوه لك، يقولوا لك لي ريسورس ديالك ناقصين على داكشي اللي هما طالبين. غادي خصكم لو باي ديال لوكاسيون او لا لاك دو بروبريتي. شنو هما هادو؟ هادي الا كنتي كاريه غادي تخصك الكونطرا دو لوكاسيون. لو كونطرا دو لوكاسيون اللي سينيتيو عليه النهار الاول فاش دخلتوا للدار، نورمالمون عندكم ان كونطرا دو لوكاسيون. غادي خصكم هذاك لو كونطرا غادي ديروا ليه فوتوكوبي كامل، ونهار تمشيو غادي خصكم ان دوسي ديال لي زوريجينو، ان دوسي ديال الفوتوكوبي. هادشي اللي كله اللي كنقول لكم خاصكم ديو جوج دواسا، دوسي ديال لي زوريجينو ودوسي ديال الفوتوكوبي. دونك كيما قلت لكم كونطرا دو لوكاسيون بالنسبه للناس اللي كاريين، والكونطرا ديال لاك دو بروبريتي ربي بالنسبه للناس اللي عندهم ملك، يعني اللي شارين دارهم غادي خصهم لاك دو بروبريتي. غادي تخصكم لاكيتونس دو لويي، لاكيتونس دو لويي ديال اقل من 3 شهور، يعني الورقه ديال الكرا قل من 3 شهور وكاو كنتو كاريين. اما الا كنتو شاريين غير لاك دو بروبريتي سي تو. الناس اللي كاريين غادي خصهم لو باي ديال لوكاسيون بلس اون كيتونس دو لويي ديال قل من 3 شهور. ومع هادشي غادي خصكم اون كيتونس ديال لو دي اف. لو دي اف شنو هي؟ هي فقط الشركه ديال المودو، يعني كاينه او دي اف، كاينه شنو هي ان جي، كاينين بزاف ديال الشركات اللي الاساس ديالهم هما او دي اف بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ولكن المهم غادي خصكم لاكيتونس ديال المودو، يا اما كيتونس الا كانت كتجيكم لاكيتونس بالمونطون اللي كتخلصوا كل شهر اولا كل شهرين، اولا ايشيونسي، يعني بالنسبه للناس اللي كيدوز ليهم داكشي ديريكت وما كيجيوهمش لاكيتونس للدار اولا سوغ انترنيت. كيعطيوهم نورمالمون ان ايشيونسي اللي كيبداو يخلصوا كل شهر واحد المقدار بحال فورفي. هذاك لي شونسي حتى هو تقدروا تدفعوه في هذا الدوسي هذا. دونك بالنسبه للوريقات هما هادو البنات، هانتوما كما شفتوا ما كاينش شي ورقات كثار بزاف ولا شي حاجه صعيبه انكم تحصلوا عليها. تقدروا تدفعوا مع هذا الدوسي هذا حتى الورقه ديال الضرائب الا عندكم شي ورقه ديال الضرائب، ولكن هما صراحه كيرجعوها، يعني غير كيشوفوها وكيرجعوها، ما عمرهم ما طلبوها لينا. يعني ديما انا كنديها في لو دوسي اوكاو، كتعرفوا شي مرات كتمشي باش تدفعي شي دوسي في شي مصلحه وتيزلقوا جاب ديالك شي ورق ما كيكونوش مكتوبين في لا ليست اللي نورمالمون هما عطاوها لك. داكشي علاش انا كندي ديما الورقه ديال الضرائب معايا، ما عرفتش فين حطيتها. الا ما كتجيكم ديك الورقه الدار غادي تلقاوها سوغ انترنيت، تقدروا تطبعوها فاسيلمون. دونك كما قلت لكم هادو هما الوريقات ساهلين، ما فيهمش شي حاجه صعيبه، خاصهم غير يتجمعوا و فوالا. دونك بالنسبه للمعلومات اللي غادي يخصكم مع هاد لو دوسي هذا، كما قلت لكم ديجا هاد لو دوسي غادي يخصكم واحد الدوسي ديال لي فوتوكوبي، واحد لو دوسي ديال لي زوريجينو، هادو تكونوا موجدينهم من الاول معاكم بلس لي طامبغ اللي غادي تديو معاكم. اون فوا عند البوليس كومون سا سباس؟ الوغ اون فوا تما ديجا غادي خصكم تكون مسموح لي نسيت واحد الحاجه، غادي خصكم تكونوا موجدين معاكم ورقه كتبوا فيها اولا هذاك الطرف اللي نتوما غادي تانفيتيو بحال دابا الاب ديالكم ولا الام ديالكم يصيفط لكم فوتوكوبي ديال الباسبور ديالو. فوميو انها تكون فوتوكوبي ديال الباسبور ديالو. علاش؟ لان غادي خصكم السميه والكنيه اكزاكت ما فيهم حتى غلط، تاريخ الازدياد،
التاريخ ديال وقتاش خدا الباسبور والتاريخ وقتاش غادي يسالي ليه الباسبور، وغادي تحتاجوا ايضا الرقم ديال الباسبور ديالو، لانهم هما تما غادي يعطيكم هذيك لا دوموند ديبرجمون اللي نتوما غادي تعمروها بيديكم وغتعمروا فيها المعلومات الخاصين بكم، يعني معلومات ديالكم، السميه، الكنيه، تاريخ ازدياد، الرقم ديال لا كارت ناسيونال اللي كنتو دافعين بلا كارت ناسيونال او لا بالباسبور اللي كنتو دافعين بالباسبور، المهم كاع المعلومات ديالكم، وواحد لا بارتي غادي تعمروا فيها المعلومات الخاصين بالطرف اللي نتوما مستضيفينه، يعني السميه والكنيه والعمر والرابط اللي بيناتكم، يعني واش باك واش امك واش اختك واش خوك، فهمتوني؟ وغادي خصكم ايضا تبداو تعمروا حتى شحال من واحد نتوما في الدار، المهم معلومات بحال هكا، بزاف ديال المعلومات. هذيك الورقه غادي نحاول انني نخلي لكم واحد لابخيمه هنايا ولا واحد التصويره ديالها هنايا، باش تكون على الاقل عندكم فكره اشنو غادي تعمروا اون فوا غادي تكونوا عند البوليس. لا دوغي ديال لو سيجور هذه نسيتها، لا دوغي ديال السيجور هي شنو هي المده اللي هذا الشخص غادي يقضيها عندك، يعني باغ اكزومبل ما عرفتش انايا غادي نستضيف الام ديالي غادي تجي عندي بحال دابا في البدايه ديال شهر ماي وغتجلس عندي شهر اولا 20 يوم، خاصني نكتبها في ليبرجومون، ولكن انا ماشي مجبره انني نكتب في ليبرجومون باغ اكزومبل راه غادي تجلس عندي 20 يوم، نقدر نديرها في ليبرجومون غادي تجي بدايه شهر يناير، شنو قلت لكم، المهم اي شهر افريل غادي تجي بدايه شهر ديال ابريل، وغادي تجلس هذيك الورقه ديال ليبرجومون نقدر ندير فيها واحد 3 شهور، واحد 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، المده اللي انا بغيت باش هي تقدر تبقى تمشي وتجي تمشي وتجيب هذيك لو بيي دي برجومون. الوغ غادي يمكن غادي يبان لكم هادشي مخربق، سمحوا لي بزاف، ولكن فريمون فيما كنقول شي حاجه كنتفكر واحد النقطه واحده اخرى، هاد لو بيي دي برجومون كيدفعوه الناس اللي نتوما مصادفينو في الفيزا، ولكن اشنو كيوقع اون فوا كياخذوا الفيزا ديالهم، ولو انه ماشي ضروري انهم يبينوا هاد لو بيي ديبرجمون في المطار، ولكن بعض المرات بعض الشركات كيطلبوا انك تعطيهم البيي ديال ليبرجمون في المطار، بحال دابا لغوايا لي ماروك جوج المرات هما كيطلبوا الوالد ديالي في لونجيسترومون انه يوري ليهم لو بيي ديبرجمون، الوغ كو ما كاين حتى لوا، كنظن ما كاين حتى لوا انهم يخليهم انهم يتاكدوا من البيي ديبرجمون. المهم هي الفيزا، مادام انك خديتي فيزا ما عندك الحق انك تمشي، ما عندهمش الحق يطلبوا لك البيي ديبرجمون، اللي نفرض اوكاو زعما ما كنتيش هازو عليك، ولكن من الافضل الا كنتو غادي تستضيفوا عندكم شي واحد يعني توصيو انه هذاك البيي ديبرجمون ديما يكون معاه فاش يكون مسافر، حيت كما قلت لكم الديوانه الشركات ديال الطيران كيقدروا يطلبوه لك، والا ما لقاوش عندك ما عرفتش شنو هي لا بروسيدور ديالهم، ولكن فوالا انا قلت لكم الوالد ديالي طلبوا ليه جوج ديال المرات هاد البي دي بيرجومون في من طرف لارام، شي شركه اخرى ما طلباتوليش، لارام كتطلبوا. دونك فوالا غادي نكمل معكم المعلومات اللي خاصكم تكونوا عارفينهم ملي تمشيو لعند البوليس، يعني لادريس ديال داك الانسان اللي انتي مستضفاه، لادريس ديال الوالدين ديالك ولا ديال خوتك، و لو ليان دو بارونتي افيك لي بارجومون، يعني شنو اشمن صله قرابه كاينه بينك وبين الانسان اللي انت مستضفه. دونك فوالا البنات، هذا مكان كما قلت لكم توجدوا جوج ديال الدواسه، واحد فوتوكوبي، واحد ديال الاصلي، وتكونوا مقادين الورقات على حساب هذا الترتيب اللي كيكونوا كاتبينهم، سي با اوبليجي غير باش تسهلوا عليهم الخدمه، حتى هما راه تيكونوا شويه معصبين، فهمتي؟ الا ما لقاوش شي ورقه يقدروا يبداو يستريسيوكم، فين هي الورقه فين هي الورقه، وانت حسابك بحال ما جبتيهاش، المهم كيكون ستريس. انا بعد فين ما كنمشي شي بوست ديال البوليس كنستريس غير مني لراسي بوحدي مستريسيا. دونك فوالا نتمنى انني نكون وريت لكم شي شويه الصوره ديال هاد البيي دي بارجومون، كيفاش كيتجمع هاد الدوسي وكيفاش كتم عند البوليس، كما قلت لكم كيكون ان اوتر دوسي اللي نتوما كتعمروه بيدياتكم وصافي، وملي كتدفعوا هاد لو دوسي ديالكم كياخذوه من عندكم وتيقولوا لكم من هنا 10 ايام، هذه هي لا لوا بارتو، 10 ايام غادي ترجعوا لعند البوليس وتشوفوا واش الورقه ديالكم خرجات ولا ما خرجات، يعني واش قبلوا لكم هذا ليبرجمون او لا ما قبلوهش لكم. دونك فوالا جيسبر انني كنت واضحه في الشرح ديالي، ولو انني زعما كنبدا نقول لكم شي حاجه وكنتفكر حاجه اخرى كنقول لا ضروري خاصني نقولها باش ما ننساهاش،
و فوالا دونك فوالا مثلا غادي نقطع معكم الفلوغ هنايا كما قلت لكم. هذا الفلوغ الصغيور كان غير باش نجاوب على لي كيسيون ديال البنات اللي طلبوني على قبل الوريقات ديال ليبرجمون. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفلوغ هذا، نتمنى نكون خفيفه الظل عليكم ان الفيديو ديالي كيعجبكم، ونقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي. ما تنساوش ديروا اللايك وتشجعوني. بسلام عليكم، باي باي.